الشعب صمود. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. تحية إلى شعبنا الصامد، تحية إلى إخواني المعتقلين رهن السجون، تحية إلى شهداءنا الأحرار. الحمد لله على نعمة الإفراج بعد هذه المحنة وبعد هذه العناء. سوف أعود من جديد إلى قلمي، سوف أعود إلى الساحات، سوف أعود إلى إخواني وأخواتي الصامدين في هذه الساحات من أجل مواصلة الدرب المقاومة السلمية المدنية. لن ننسى فضل إخواننا وقضايانا من أجل إحقاق القانون وإقرار الحرية التي طالبنا بها. سوف أعود من جديد بروحي وجسدي وقلمي إلى صفحاتي وإلى الميدان من جديد للتعبير عن قضايا وطني ورفع مظلومية إخواني المعتقلين في السجون إن شاء الله. تحية إلى جميع الأبطال والشهداء وإلى شعبي الكريم، وشكرا لوقفتكم ودعمكم لنا ولجميع إخواننا المعتقلين.